إلى تطورات الأوضاع بعد معركة استعادة الفلوجة، حيث قال آمر اللواء درع الفلوجة العميد الركن ماجد تشياد إن القوات الحكومية انطلقت من ناحية الحبانية باتجاه مدينة الفلوجة لتسلم الملف الأمني فيها. وأضاف تشياد أن اللواء سيتولى مهام مسك الأرض في المدينة وفرض الأمن تمهيدا لعودة النازحين إلى الفلوجة. إلى ذلك كشفت مصادر محلية أن ميليشيات الحشد الشعبي التي تسيطر على القاطع الجنوبي للمدينة لم تسمح للواء بالدخول إلى قاطعها. هذه القطاعات أصبحت في الوقت الحاضر قطاعات مدربة مهيئة، لديها الإمكانيات، لديها القدرات العالية، لديها وجود ضباط أكفاء قادرين على بسط الأمن في هذه المدينة بعد طرد داعش من هذه المنطقة، وأيضا لديها القدرة على المواجهة المستقبلية، وراح يبدي انفتاح هذه الأفواج في هذه المنطقة في مدينة الفلوجة تحديدا، ويبدي توسيع قاطع المسؤولية بعد إكمال الوجبات المتتالية من لواء درع الفلوجة تحديدا الفوج الأول والخامس، وهذه الوجبة الأولى وستعقبها الوجبة الثانية وتصل إلى أعداد معينة.